أحيا المئات من أبناء تعز جمعة جديدة في ساحة الحرية اسمها جمعة فبراير، ثورة تتجدد ومقاومة تنتصر بالتزامن مع اقتراب ذكرى الخامسة لثورة 11 من فبراير. وأدى المحتشدون صلاة الغيب على شهداء المقاومة في كل أرجاء الوطن. سقط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين وأسر آخرون خلال تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم شرقي صنعاء. وقالت مصادر محلية أن القوات الشرعية سيطرت على قرى بني زرع والفرع والنشف في عملية توغل في المديرية عقب إحكام السيطرة على معسكر فرضة نهم. فرض الجيش الوطني سيطرته صباح اليوم على جزيرة الحبل الواقعة بين محافظتي حجة والحديدة. وأكدت مصادر عسكرية في جبهة حرضميدي أن الجيش تمكن من طرد ميليشيات الحوثي وصالح والتي كانت تتخذ الجزيرة مرفأ للتهريب وتخزين السلاح. وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي بتشكيل 3 ألوية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء من الميليشيات الحوثية حسب ما صرح بذلك المحافظ نايف القيسي. تجددت الاشتباكات العنيفة مساء أمس بين المقاومة وميليشيات الحوثي في حزم العدين في محافظة إب، في حين واصلت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على قرى الشعور والأحمول بالعدين واختطفت مواطنين من محلاتهم التجارية بمدينة إب. جددت مقاتلات التحالف ظهر اليوم قصف معسكر نهدين بالعاصمة صنعاء، وكانت المقاتلات قد شنت 3 غارات فجر اليوم على المعسكر ذاته، وأكد السكان أن الغارة الأولى تسببت في دو انفجار كبير. قتل مشرف ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف المدعو أبو عمار العزي في اشتباكات بين المقاومة والحوثيين في منطقة مجزر باتجاه منطقة الصفراء التابعة للجوف. وفي وسط العاصمة صنعاء قتل قيادي حوثي يدعى ضيف الله أبو تحية مع عدد من مرافقيه اليوم برصاص مسلحين مجهولين. كشف تقرير صادر عن وحدة الرصد والمراقبة للمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب أن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 200 جريمة خلال شهر يناير فقط في محافظة إب وحدها، وتضمنت تلك الجرائم أعمال القتل والاختطاف والنهب وتفجير المنازل.